اليوم كان في عقد انتخابات برلمانية للشباب الموازية للانتخابات التشريعية في مدرسة ذكور شوفي الثانوية. تم تدريبهم على وتوعيتهم حول عملية الانتخابات. كانت الانتخابات من صف خامس لغاية توجيهي، وهناك تم اعتماد 15 مرشح بحيث نفوز 8 مرشحين وثلاثة تانوا تزكية في الصف التاسع أساسي. وتمت الانتخابات بناء على التدريب اللي كنا فيه احنا كلجنه انتخابات مركزيه للطلب بناء على الدعوه اللي تعرضنا اليها مدرسه ذكور شوفي الثانويه، واجراء وتدريب على عمليه الاقتراع والفرز والتوعيه حول عمليه الانتخابات بين الطلبه. وبالفعل تم اليوم الانتخابات وعمال بيطلعوا بالنتائج حاليا بعمليه الفرز تاعتهم. هذا المشروع يندرج ضمن مشروع المواطني اللي بتنفذه وزاره التربيه والتعليم بالتعاون مع مركز ابداع المعلم. المشروع بتلخص في انه الطلاب، فكره المشروع طلاب التاسع عندنا بيختاروا مشكله من المشاكل اللي بيشوفوها اكثر الحاحا، فهذا المشروع صار له اكثر من 4 سنين عندنا، في كل سنه بنشتغل على المشكله. السنه الطلاب بيتجهوا لاختيار برلمان طلابي. انا شجعت الفكره لايماني المطلق انه النشاطات اللامنهجيه اللي بتسكل شخصيه الطالب. على هالاساس بدأنا مع المعلمه المتابعه للمشروع المعلمه رشا، معلمه التربيه المدنيه، بمتابعه التجهيزات والاعداد وتهيئه الطلاب لمشروع زي هيك. وتم مخاطبه السيد مدير التربيه ومديريه التربيه وتعاونوا مع الفكره بشكل رائد، ولجنه الانتخابات المركزيه مشكورين يعني تعاونوا معنا بالمطلق بهذا المشروع. الهدف لي اولا انه يعيش الطالب اجواء الانتخابات بشكل عام، التسجيل، المرشحين، طريقة الترشيح، الدعاية الانتخابية، يوم الانتخابات، كيف بينتخب، كيف بيوقف في طابور الانتخابات، كيف بيتعامل مع الكابينة في الانتخابات، مع ورقة الاقتراع، كل هذا. اثنين، الأهم من هيك، بناء شخصية الطالب، انه الطالب يكون قادر على انه يتخذ موقف، قادر على انه يتخذ قرار في القضايا اللي بتهمه. ثلاث، كانت انا بالنسبه لي فكرتي في بعض القضايا الطلاب بناخذ رايهم، فليكن ضمن اطار اسمه البرلمان الطلابي. قمنا بتعريف الطلاب بالانتخابات من الصف الخامس للصف العاشر، وبعدها قاموا بالدعايه الانتخابيه عن يعني عرفوا الطلاب اسمائهم وكم معدلاتهم ومرتبتهم على المدرسه، وبعدها قمنا بالانتخابات وفعلناها في الاذاعه المدرسيه وعرفناهم عن كيف بدنا ننتخب وشو بدنا كم واحد لازم ننتخب. انا اسمي سعيد خالد من طلبه الصف الخامس. نشارك على الانتخابات ويعني ونقوم يعني بالتدريبات مع المدرسه، وكمان يعني نشكرهم انهم عملوا لنا انتخابات معهم.